الاستاذ مصطفى خلف المحامي؟ ايوه مباحث المخدرات. الشنطه دي بتاعتك؟ ايوه فندم. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك اذن نيابه؟ ايوه اتفضل. واضح انكم عاملين حسابكم. الشنطه فيها اوراق مهمه وفلوس. تسمح لي افضي محطات الشنطه بنفسي؟ اتفضل. دي اتعاب القضيه اللي كنت بترافع فيها، وده جلابيه وفانيلا ولباس وكنت بايت. ده شبشب، وده ملف القضيه، ودي حته حشيش ما لهاش دعوه بيها. المره دي غصب عننا، والاول مره هنتعاون فيها مع بعض. احنا عندنا 20 حاله وفاه واحنا خمسه، يعني كل واحد مننا هياخد اربع حالات. موافقين؟ مفيش حل تاني. ايوه بس اياك محدش ينط من ورانا على اهالي الاولاد وياخدوا منهم توكيلات. احنا هنحدد الاسماء اللي هياخدها كل واحد. في ناس كده عندها اساليب مش مظبوطه. خيري احنا هنختلف من اولها؟ طب يا جماعه ومصابين؟ المصابين ما بيجيبوش همهم والتعويض بتاعهم قليل. يمكن حد فيهم يموت، انا سمعت ان في اصابات خطيره. المصابين هيتوزعوا بينا هم كمان. ودول هيتوزعوا ازاي؟ بالقرعه، انا رايي بالقرعه. سامي انا اخطات الله. مصطفى احنا هنعك من اولها. يا سامي بتختار اللي انت عايزاه. هنوزع بالقرعه. لا المصابين هيتوزعوا بالقرعه، لكن الميتين لا. مش بقول لك في ناس عندها اساليب مش مظبوطه. والله انا عملت تحريات واخترت على اساس التحريات دي، لو فيكم حد عمل زمان عملت انا مستعد اتنازل له. يا اخوانا مش هنختلف، حسونا بيت دمنهوري جاي دلوقتي مندوب عن شركات التامين عشان يتفق معانا. هيتفق على ايه؟ هي مش نسبتهم بتروح لهم لغايه عندهم؟ عايزين يزودوا نسبتهم في القضيه دي بس 20%. دي سرقه علني. يعني اللي بنعمله ده اللي بنعمله ده مش سرقه سخيري. بطل هبل وحتبوك. المهم اذا كنا هنشترك مع بعض يبقى لازم تترفع قضيه واحده. واحد مننا يرفعها والكل يخش معاهم متضامنين. لازم نستغل الضغط الاعلامي اللي هيحصل ونتحرك كلنا في اتجاه واحد. هنطلب تعويض مليون جنيه على الاقل. هنختصم كل الجهات اللي لها علاقه بالموضوع ولو من بعيد. هنعمل ضجه. دي قضية مش سهلة، مش عادية، هنستخدم بقى فيها كلام كبير قوي زي شباب مصر المستقبل وثروة مصر القومية. مين بقى اللي هيرفع القضية؟ هو حد يضرب حغير يا طربش. ادخل. يا صباح الفل والياسمين. أهلاً حسونا بيه. أهلاً 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 يا فندم. أهلاً يا أهلاً يا فندم. يا أهلاً يا فندم، يا أهلاً وسهلاً. أهلا وسهلا. لا إله إلا الله. أبو ميت والأم بتصرف على ثلاث عيال تانيين من معاش أبوهم. شوف شغلك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خلاص عشان تسد عندك كده. التوكيل جاهز وبكره هنسجله في شهر العقار. الأولاني بالصلاة على النبي. مش هينفع تروح العزا كده يا ريس. ليه يا ابني؟ ما انا حلقت دقن اهو. شعرك؟ شعري ماله شعري؟ سلام. صغري ما بحبش حاجتين، الحمى والحلاقه. في حاجه كمان. ايه؟ البدله. مالها البدله؟ يا ريس انت راجل محترم ومحل ثقه، وبصراحه بقى البدله دي عمرها الافتراضي خلص من زمان، ما يصحش تروح بيها. خليك حلو يا زكي. ده اللي انت فالح فيه. يطلع. يلا. ما تنساش الكرافته السوداء والجزمه السوداء والشراب الاسود عشان ليلتنا تبقى بيضه.
مش هو مش هو. متأسفين يا جماعة. العفو. الباقي في حقكم. وسع الباشا يا جدع، وسع الباشا. باشا عظم. اتفضل يا باشا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي انت راجل مؤمن والمؤمن صاد. صل على النبي كده، صل على النبي، صل على النبي. ربنا عوضك خير ان شاء الله. بقى في حياتك يا باشا، حياتك الباقية يا أستاذ. شد حيلك يا أخويا، شد بالله. خليك مؤمن ومؤمن. ده مصاب البلد بحالها، نعمل إيه؟ ربنا على المفتري، والله ما هينجحوا ولا هيشوفهم طيب. انتهى الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس. البني آدم بقى أرخص حاجة في الحياة. قريب المرحوم رشا. ايوه يا استاذ، انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك امسك، ده مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ ما انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل على قد حاله ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا، النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعالى تعالى معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فاتح بيته ومكتبه للناس الغلابه يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا، شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف اكبر محامي في البلد، وواهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه، غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم. وانا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف يعني. ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا. مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضيه دي، دي قضيه انسانيه. اصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وافساد في هذا البلد، وبصراحه هو عامل ده لاهل دايرته بس. والله اذا كان كده يبقى نفكر. تفكر في ايه يا راجل؟ تفكر في ايه؟ بقول لك مش هياخد اتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مساله محتاجه تفكير. خد امضي التوكيل من ولي امر التلميذ. امضي. بقول لك ايه، اقرا براحتك هناك، يلا مش فاضيين.